أول حاجة عايز أقول الأسلوب أو الكلام اللي قاعد تكلموه، الألفاظ بتاعته من ناحية بتاعت الدين ذاته ما أخلاقية ولا دينية. دي نمرة واحد. شنو نحن لما تيجي تقول لي مش قلتوا نحن بتاع إمباسطة؟ دي كلمة بتاعت شنو؟ أنت القاصد منها شنو مثلا؟ تقول نحن بتاع إمباسطة يعني؟ ما قاصد منها حاجة كعبة إنك أنتوا يعني تعملوا حاجة كعبة. طيب أنا عايز أتكلم برضو من في حاجة تانية. الدين ده أنا الحاجة اللي بعرفها إنه جاء نقلا، صح؟ نحن وصلنا كيف؟ كتب مكتوبة، عندنا القرآن الكريم، عندنا كتب بتاع التاريخ كتبت عن الصحابة وعن سيرتهم. طيب إذا كان الكتب اللي كتبت عن الصحابة ذاتها بتتكلم في التاريخ حقها إنه يعني من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تم اغتياله، جاء الخليفة اللي بعديه تم اغتياله، جاء اللي بعديه تم اغتياله بنفس طريقة الخليفة الثاني، شغل كل اغتيال سياسي من أجل مناصب، تمام؟ تم اغتياله من أجل مناصب. سيدنا علي ومعاوية حصلت الفتنة الكبرى بسبب شنو؟ منازعة من أجل الحكم. إذا كان من الزمن ذاك زمن الصحابة اللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الكلام، فما بال نحن اليوم؟ نحن اليوم حيحصل فينا شنو؟ ده من الزمن ذاك يعني هم ناس عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه جنبا إلى جنب. خليك من الطريقة بتاعت الاغتيال الذكرت إنه تم اغتيالهم كيف؟ بأبشع الطرق وأنواع بتاعت الاغتيال، تمام؟ من قطع بتاع راس، من غيره. سيدنا عثمان تمت محاصرته، منع الموية ما تجيه، منع غيره، وقطعوا له راسه. وزوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحاول يعني يقتلوه بالسيف قبض السيف، أصابعينه اتقطعت. ده كله وين؟ الكلام ده حصل مع ناس عاش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخطأ هل كله يكون على نحن؟ في خطأ ارتكب هناك نحن نغلين الإسلام بطريقة التاريخ بتاعه فيه تشويه. ما بعني إنه القرآن الكريم ككتاب في حد ذاته، أنا بتكلم عن الصحابة اللي هم نقلوا عن الدين، إنه حصلت حاجات زي دي. تفسيرها كيف أنتوا؟ طيب يا هنا يا أبو بكر، أنتوا تفسيركم لها كيف الكلام ده؟ يعني نحن ما قاعدين نقرأ كتب بتاع التاريخ الإسلامي. طيب الكلام ده حصل، التفسير شنو؟ يعني هتفسر لي الكلام ده كيف؟ حتى لما تجري قدام بعد الفتنة ما حصلت مقتل سيدنا الحسن والحسين حصل كيف؟ برضو كان بطريقة بشعة جدا، وتم الخداع والتلاعب به وغيره من الحياة ده. وما شنو؟ عداك تم اغتياله وقتلوه، قطعوا راسه. حتى الآن رأس سيدنا رأس الحسين ما معروف موجود وين حتى الآن. في من يقول في مصر في المسجد بتاعه المسمى باسمه ولا بشنو، وفي ناس حتى الآن ما في حاجة حقيقية إنه الرأس بتاعه ذاته وين. ده كله كلام حصل في تاريخ الإسلام السياسي، ها؟ وين الكلام ده؟ نحن الآن إذا كان عملنا أو اقترفنا يعني أخطاء، هل ده بيأثب شنو؟ أنا قلت من ناحيتي، أنا قاعد أنظر إنه التاريخ أساساً جانا شنو؟ فيه تشويه، إنه الصحابة أو التابعين اللي بعدهم طوالي كان في حاجات يعني غزرة مورست من ناحية سياسية، وكان من أجل الوصول إلى الكرسي أو الحكم. دخل ليك من الدولة الأموية كل الحكام والجون فيها، ما في ظل ماتي مثلا المعركة وغيره، أغلب الخلفاء الراشدين اللي قاعد يتكلم عنهم كلهم ماتي الفراش وسمموه وطعنوه بالخنجر وكله كده، كله تاريخ اسمه بتاع الإسلام جاي مشوه، والخلفاء كانوا كلهم شغالين طريقة غير صحيحة بالنهج الإسلامي المعروف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ الكلام ده مكتوب يعني ناس يعرفوه. التفسير الصحيح له شنو؟ التفسير الصحيح للكلام ده شنو؟ هل الكلام ده موجود اصلا؟ الكتب دي غلطانه انه الكلام ده ما حصل، ولا التفسير شنو يعني للكلام ده؟ تمام.
انتوا لما قاعدين تتكلموا انا اول حاجه ما محزب ولا شيوعي ولا غيره، زول قاعد اقرا كتب اسلاميه تمام. اسمع كلامي، اسمع كلامي. الان قاعدين تتكلموا صح، وقلت يا زلمه ادوه فرصته ويجي يتكلم، شنو اطلع برا؟ ما قاعد اتكلم انا بالساعات وكل اربع عام متكرر. انا اول مره داخل طبعا، يمكن شخصيتي دي ما شافت، اول مره انا قاعد اقرا في الكتب بيقول الكلام ده تمام. اضافه الى انه شنو التحذيب، عشان ابو بكر ما يجي عشان يقول لي انت المانك يوعي كافر. انا فقط قريت كتب بتتعلق بالتاريخ الاسلامي وكان بتقول الكلام ده. اها التفسير شنو تمام. من ضمنها في كتاب اسمه الاغتيالات السياسيه في التاريخ، بيتكلم عن الكلام ده. في كتب كثيره في الوجه الاخر للخلافه الاسلاميه اتكلم عن الخلفاء والدوله الامويه بصوره شنو يعني عام، انه كل الخلفاء الراشدين اغلبهم تم قتلهم وماتوا في الفراش وغير من الحاجات دي تمام. ممكن ترد لي رد منطقي حقيقي للمشكله دي شنو تمام؟ السبب شنو؟ هل المشكله بين احنا ولا احنا اساسا المشكله؟ التاريخ جانا بطريقه مشوهه، احنا ما قادرين نتعامل مع الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنا أرجع أولا من المداخل يكون قريب ما يبعد، لأنه عندي أسئلة أنا برضو بوجهها له زي ما هو عنده أسئلة وجهها لنا. اثنين، أرجو برضو من الشباب كلهم، الناس الغيورين على دينهم وعلى الكلام السيء اللي اتقال في الصحابة، إنه يوطنوا نفسهم ويروقوا، وإن شاء الله أنت الكلام اللي بيشفي قلبك وبريحك بيجيك بإذن الله تعالى. فالناس تكون رايقة، ونحن زي ما فتحنا الفرصة إنه أنت تجي تناقشنا إحنا قدورة يعني. ما تتخيل إنه أنت جيت أبرزت عضلاتك وتكلمت كلام بملء الفم إنه الإجابة عليك ما في. الحمد لله الإجابة قاعدة، أبشر. إجاباتك كلها قاعدة، فما تفرح كثير. طيب، أولاً ما بديت به كلامك انا دار اوريك انه انت متناقض في شخصيتك. اول حاجه ما بديت به كلامك انه قلت العبارات اللي بيتناولوها الشباب في الركن دي عبارات ما قاعد تليق، وما عبارات دينيه، عبارات قالوها في حق منه؟ مش اتكلموا عن الشيوعيين الناس اللي قالوا ما في الله وقالوا المراه تكون شائعه للجميع وتكون يعني حق للجميع وقالوا ما دارين اخلاق، مش تتكلموا في ديل؟ طيب يا اخي انت بنفس المنطلق ما ممكن تجي تنهى عن خلق وتاتي بأسوأ منه. انت بتتكلم عن ناس انت ما بتعرفهم، بتقول بيعملوا في حاجات غزيره، ديل ما شيوعيين، انت عارف ديل منو؟ يا اخي ديل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ديل ناس ربنا اختارهم لصحبه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وانت لو ما مقر بفضلهم انت اقرا في كتب التاريخ زي ما قريت في الكتب الكعبه دي، اقرا في كتب كعبه ثانيه، كعبه برضو وكاتبينها الجماعه اللي بتقتنع به. انت اقرا كتاب العظماء 100 اول منه، مش اقرا ده ما كاتبينه المسلمين ده ولا كتبوا الصحابه الكتاب ده، العظماء 100 اول منه محمد عليه الصلاه والسلام، ده الكتاب ده كاتبينه المستشرقين، انت ما قريته ده. طيب فيا اخي انت ما تتناقض، اذا وجعك سب الشيوعيين وانه يعني اخلاقهم كعبه، ما احنا ما في زول سباهم، في زول نبذهم هسه قال اولاد حرام، ما في زول سباهم، الناس اللي قالوا هم قالوا ما دايرين اخلاق، انت رايك شنو في الكلام ده؟ الناس اللي قالوا الانسان خلق من قرد، اصلا انسان قرد، القرد عنده ضنب ولا عنده شنو يا اخواننا؟ ولا عنده خرطوش بتاع مويه؟ مش عنده ضنب؟ طيب المشكله وين؟ متى كلامهم هم؟ طيب اما بالنسبه للنقاط بتاعتك، انت قلت انا قريت في كتب بتاع التاريخ، كتب التاريخ دي فيها اي حاجه، بس انا سؤالي ليك ليه بالذات انت اخترت الكتاب اللي قال الكلام ده؟ المعيار شنو؟ وليه بالذات اخترت الكلام المشوه عن الصحابه؟ هل كتب التاريخ كلها مشوهه؟ لا ابدا. وهل انت سالت نفسك سؤال بعد ما قريت الكلام ده انه هل الكلام المذكور عن الصحابه ده صح ولا غلط؟ انا لو جبت كلام عنك هسه انا وقلت لقيته، هل مقبول مني؟
الليله في ناس موجودين عظماء وساده والناس بيعظمون في البلد دي وفي غيرها. هل انا لو لقيت لي خبر منشور في الفيس وجبت الخبر ده قلت قالوا انه فلان الزعيم الكبير ده قالوا عنه انه زول كده وكده وكده، هل مقبول مني ولا الى كلام يكون صحيح؟ انا مدان قانونيا ولا لا؟ مدان قانونيا. انا مدان شرعيا ولا لا؟ مدان شرعيا. عشان كده انت ما تتخيل انه كل ما قرات وكل ما لقيت انت ممكن تدين بالمسلمين، لا ابدا، لانه التاريخ ده تاريخ محرف وتاريخ كاتبينه الشيعة للاسف، وانت داير القريت ليهم وجاي فرحان وخلاص كانه انت طلعت لك بمعلومه جديده، ما عندك اي معلومه جديده انت. لكن برضو بقدر الشيء اللي انا بحمله في نفسي من الغضب من الكلام ده انا برد لك بمنطق زي اللي انت قلته. طيب نمره واحد، قلت كتب التاريخ ذكرت انه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اغتيل اغتيال سياسي، ياتو كتاب اللي قال كده وده كذب الكلام ده، هو اللي اغتاله منه قتله منه؟ اتفضل، ما ده سؤالي نمرة واحد. انا مقبل زي ما هو وجه لي اسئلة، انا مش من حقي اخواننا اوجه اسئلة. سؤالي الاول مركب من جزئيتين، من قتل عمر بن الخطاب ولماذا قتل عمر بن الخطاب؟ اتفضل. طيب قتلوا ابو لولو المجوسي في الصلاه بتاع الصبح. طيب المجوسي طيب مجوسي ما المجوسي مقصود منه هنا؟ مجوسي هو بلولو، هو مجوسي ما خلاص هو قتل. انت قلت مجوسي صح؟ هاي يلا قتل صح. طيب عندك سيدنا علي، لا واحد سيدنا واحد علي القتل منه، واحد سيدنا علي القتل منه ما برضه مثلي اذا كان ده ما طيب واحد أوكي, واحد. اوكي 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 ما خليك ما تمشي واحد واحد يا اخواننا، احنا مش قبل اتكلم بروقه واحده واحده، انا زي دار اتناقش معاه بروقه واحده واحده. قلت قتلوا ابو لؤلؤ شنو المجوسي، المجوسي ده يعني شنو؟ طيب امسك لك انا المايك. اوكي ما اسلامي، طيب ما مسلم يعني؟ يلا اغتياله ده سياسي كان؟ انا على حسب الحاله انا شايفه سياسي. انت قلت مجوسي ما مسلم، معناه ده ما مسلم اللي قتله ده. طيب كيف يكون اغتيال سياسي وانت قلت ده ما مسلم اصلا؟ اوكي الحصول على المنصب السياسي او في الدوله ما له شرط ان انا اكون مسلم، يعني ما شرط ان اكون مسلم. طيب خلاص يلا انا اجاوب على دي وتضيف، انا جايك لهم واحد واحد اصلا، احنا ما مستعجلين. مستعجلين يا طلبه انتوا بيروقه، ما مستعجلين اصلا لنا احنا. اغتيال عمر بن الخطاب لما قتلوه، اولا انت قلت هو مجوسي ما مسلم، اذا في عداء عقدي بيناتهم، وكونه انت مسلم يقتلك زول كافر، هل ده كان لصراع سياسي بيناتهم؟ هل ابو لؤلؤ كان رئيس بتاع حزب طارح نفسه خليفه؟ هل بعد ما اغتال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب مات شهيد، بعد ما اغتاله هل ابو لؤلؤ المجوسي طوال الحزب بتاعه جد عشان ينصب نفسه حاكم؟ طيب سؤال برضه في نفس الجزئيه دي، كون عمر بن الخطاب يغتالوه ها مظلوم وشهيد، هل ده ذنبه ولا ذنب الزور اللي قتله؟ تفضل. طيب الحته دار اوديها عليك لا بس ده ذنبه ولا ذنب الزور اللي قتله؟ ما اصلا حتى لو كان ما مسلم انت اقترفت جرم، انت المذنب اللي عملت الجرم ده، ما داري ما من حتى من خارج اطار الدين، يعني انت عملت حاجه خطا انت المذنب. لا انت ما كلامك كله عن انه الصحابه ديل عملوا حاجات غزيره في التاريخ، تخيل انا ما بنسى النقطه دي، مش قال كده؟ قال عملوا حاجات غزيره في التاريخ، كون عمر بن الخطاب قتلوه، الحاجه الغزيره اللي عملها شنو؟
الحاجة الغزرة عمل عمر بن الخطاب. أنا ما قلت عمر بن الخطاب عمل حاجة بعينه. أيوة يا ناس نحن بدينا نزوق الزوغة ما حلوة، الزوغة ما حلوة. أنت كلامك عن الصحابة، أنا المجوسي ذاك أكن قلت في ويش أنا معاك كلب تافه حقير أنا معاك. أنت كلمتك غزرة عن الصحابة ولا لا؟ الصحابة قلت عملوا حاجات غزرة عشان كده عمر الخطاب يغتالوا. أنا داير أعرف الشيء الغزر العمر عمر بن الخطاب عشان كده اغتالوا شنو؟ ممكن ما زيح المايز لحدي وكتي تكتمل وجهه النظر بتاعي. انا ما تكلمت غزيره بجميع الصحابه كلهم فردا فردا، مارسوا حاجه غزيره فيهم مارس بعد الافعال الغزيره. تمام، انا ما قلت عمر بن الخطاب في حد ذاته. تمام، انا قلت اسم شنو علي مثلا. اذا معلش عشان نمشي كويس، اذا عمر بن الخطاب ما عمل حاجه غزيره. اوكي، هاي عمر الخطاب انا ما قلت عمل حاجه غزيره. لا بس نتفق مين السي ولا قدام مين السي. تقول انا تاني ما بقول عمر بن الخطاب عمل حاجه غزيره. عمر بن الخطاب ما عمل حاجة غزيرة. تمام كده، دي نمرة واحد انتهينا منها، دي نمرة واحد انتهينا منها. طيب نجي الخليفة بعد عمر بن الخطاب منو؟ عثمان بن عفان. انت قلت قتلوه وزوجته بنت الرسول، زوجته بنت الرسول أكانت دار تدافع عنه وقطعوا أصابعينا. زوجته بنت الرسول دي اسمها منو؟ اللي هي أم كلثوم. سجدن أم كلثوم، لاحظوا أم كلثوم كانت حاضرة مقتل عثمان بن عفان وقطعوا أصابعينا. ما شاء الله، أنت متأكد أم كلثوم؟ احتمال تكون رغية، ما هي الاثنين اللي تزوجين. ما شاء الله، معلومة كده بالطرف أنت خدتها في الحاشية، معلومة في الطرف. بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتن قباله كلهن، قبال النبي كلهن إلا فاطمة ماتت بعده بستة شهور. أم كلثوم جابة في مقتل عثمان اللي هو كان بعد سنتين خلافة أبو بكر، 10 سنوات خلافة عمر، 13 سنة خلافة عثمان. القعدة الفترة بتاعت 15 ولا 25 سنة دي شنو؟ طيب عاشت 25 سنة بعد. لا أنا داير أصل من النقطة دي لشنو يا شاب؟ أنا داير أصل لشنو؟ إنه الكتب اللي أنت قريتها دي أمشي أعيد النظر فيها. طيب أنا ممكن خليني أتكلم عشان ما تجيب مني المايك. لا ما بديك تتكلم، أنا بديك تتكلم، لكن أنا ما دي فرصتي، أنا فرصتك أنت قبل انتهت فرصتي. أنا بسألك سؤال، لا أنا بسألك سؤال على قدر المطلوب كويس، ولو دار فرصة ثانية بديك، لكن هسه أمشي معي واحدة واحدة في أسئلتنا اللي إحنا دارينها. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا إنه زوجة عثمان بن عفان اللي هي قال هو بنت الرسول دي ما ياها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحيح في زوجته ضربوها صحيح، لكن ما ياها بنت الرسول دي اسمها نائلة بنت الفرافصة. وما بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتن في حياته الاثنين، وقال له لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. طيب أعرف إنه الكتب اللي أنت قريتها غلط، نمشي قدام. أنت قلت الصحابة عملوا حاجات غزيرة والخليفة الأول قتلوه، ونحن اتفقنا الحمد لله تذاتك اتفقت معانا إنه ما عمل أي حاجة غزيرة. الخليفة نمرة 3 عثمان، ما هي الأشياء الغزرة اللي عملها عثمان رضي الله عنه وكتلوه بسببها؟ طيب هنا أنا ما قاصد عثمان ابن عفان في عينه، قاصد النفذ. طيب إذن دقيقة واحدة ما أريد، أنا ماشي معك واحدة بديك فرصة، بديك والله أديك، أنا ما بحلف الكذب كويس. اتفقنا إذن عثمان ابن عفان رضي الله عنه نمرة 2، عثمان بن عفان رضي الله عنه بريء من اي حاجه غزيره، متفق معي في النقطه دي؟ اوكي النفذ. لا متفق معي في دي، خليني اقول كلامي ما تديني حاجه. انا بديك تقوله متفق معي في دي. القتل سيدنا عثمان منو؟ هل صحابي ولا ما صحابي ولا كان ما موجود؟ ما انا بقت طيب. الديل في حد ذاته انا بقت الديل، النفذ والقتل هم. طيب يا شباب، اذا انت كلامك عن انه عثمان بن عفان قتل ويبقى هو مظلوم صح، وانه هو ما عمل حاجه غزيره. ايوه دي نقطه درس لنا كده، اتفقنا على دي؟ ايوه بالتفق اتفقنا عليها. ممتاز كده يا شباب ماشيين كويس، احنا ماشيين تمام. عمر بن الخطاب نظيف، عثمان بن عفان نظيف، وهو عندنا ابرا مما اتكلم انا عن براءته ولا انت، هو ابرا من اي تهمه اتقالت فيه، ودي اللي انا دار اصليها. طيب انت قلت اللي قتلوا عثمان بن عفان كانوا صحابه ولا ما صحابه، وانت بتلوم اللي قتلوه ديل صح؟ طيب اذا ده ما غلط عثمان. يلا انا سؤالي لك الان،
إنه من قتل عثمان بن عفان؟ طيب عثمان بن عفان اتشارك في الجريمة بتاعته، قالوا من ضمنهم اللي هو حوالي تقريبا 5 نفر هم كانوا شاركوا في الجريمة بتاع القتل بتاعه. من ضمنهم كان مذكور محمد بن أبي بكر، وتاني مذكور معه كم شخص أنا ما أقدر ما مستحضر أساميهم بالضبط كده، لكن هم اللي حاصروه يعني اللي كانوا موجود الحصار بتاعه، وفي النهاية دخلوا عليه متسلسلين وقتلوه في حين لأنه كان في الحسن والحسين حابسين الباب بتاعهم ودخلوا من الخلف وقتلوه. ده أنا ما مستحضر الأسماء بالضبط كده. طيب أنت ما مستحضر الأسماء. طيب أنت قبيل قلت الصحابة عملوا الصحابة، خد بالك الصحابة عملوا حاجات غزيرة ومنها مقتل عثمان، وأنت الآن قلت لنا ما مستحضر القتل منه. الأسماء أنا ما مستحضرها، لكن هم الأسماء ما مستحضرها. طيب عرفتهم كيف صحابة؟ أيوة أنا ما قريت تمام، الأسماء منه مكتوبة قدامي، لكن في حاليا في اللحظة أنا ما مستحضر الأسماء منه، في حين إنه العهد ذاك كان عهد الصحابة يعني باسم منه. لا العهد عهد الصحابة إحنا عارفين، لكن انت قلت الصحابة عملوا حاجات غزيرة. صحابة يا اخوانا عملوا حاجات غزيرة، منو؟ انا الاسم المستحضر محمد بن ابي بكر. محمد بن ابي بكر ده المستحضر، انت ومتأكد انه معاهم كان وانه شارك في قتل عثمان؟ ايوه بشارك في قتل. طيب الكلام ده انت جبته من ياتو مرجع؟ من كتاب اللي هو ذكرته آخر كتاب الاختيارات السياسية في سنوات التاريخ. الاختيارات السياسية في التاريخ، المؤلف ممكن أديك الكتاب الطلع لين قاعد؟ لا لا المؤلف منه؟ الكتاب قاعد منه PDF أنا ممكن أديك. يا أخوانا أنت بتبني معلومة قدر الدنيا، عقيدة قدر الدنيا. الصحابة عملوا حاجات غزيرة، الكتاب اللي قال الكلام ده منه ما معروف؟ عند الكتاب قدامك يعني يمكن انا الكتاب خليه، انا عارفه مؤلفه منو؟ عصام عبد الفتاح. بتعرفوا عصام عبد الفتاح؟ ده مرجع من مراجعنا نحن مراجعنا ولدنا. انت بتشيله من مراجع المسلمين المعتمده. عندنا تاريخ الطبري اسمه تاريخ الامم والملوك للطبري، البدايه والنهايه لابن كثير، سير أعلام النبلاء للذهبي، كتاب تاريخ أو تاريخ الخلفاء، كتاب الكامل، كتاب صفة الصفوة، كتاب مناقب الصحابة، كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني في معرفة الصحابة، كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، كتاب دي وينة بس ما لقيت لي العصام والاسم منه قال؟ يا اخوانا اي زول كتب لك كلام في 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 الفيس ولا شال لك كتاب جدعوا بين المسلمين ده يبقى مرجع بالنسبه لنا نحن؟ كلامك اللي قلته انه محمد ابن ابي بكر شارك، اتحداك من هنا شفته ليه محل عصام كتب الكتاب يجيب لي روايه موثوقه انه محمد ابن ابي بكر الصديق شارك في مقتل عثمان. اتحدى اي زول بيقول الكلام ده ما شارك اصلا في مقتل عثمان، وكان مع الناس في الأول. نعم كان معاهم، ومن الناس الذين خدعوا اللي هو الحملة ضد عثمان بن عفان، لكن لما نصحوه رجع وما شارك في مقتل عثمان. المرجع بتاعنا تاريخ الأمم والملوك للطبري، ده كتاب معتمد. وإنت أمشي أديني أي كتاب معتمد من كتب المسلمين، مستجيب لي كتاب من كتب أعدائنا يعني ليه؟ لا أنا أديك فهم بسيط ليه أنا اعترضت عليك في النقطة دي، ما تزعل مني. انت كزول حامل فكر معين، افرض انه انت مثلا انت حزب امه، وانا مثلا قول يعني انصار سنه، كويس؟ انت ما ممكن تجيب لي كتاب بتاع مثلا يعني بتاعك انت بتاع حزب الامه دار تجي كتاب الصادق المهدي العقوبات الشرعيه تجي تجعل حجه علي انا. انت ما بتحجني انا بكتبك، لانه لا انا ما بجي بقول لك والحجه عندي انا كتاب الامام محمد بن عبد الوهاب، لا ده ما حجه لك انت، انا بجيب مرجعك انت حجه عليك انت من مصادرك، لكن ما ممكن تجيب لي مصادرك انت ما عدو لي. الليله النقد بتاع الهلالابي ما بيقبل من مصادر الهلالاب،
لا لو ده هلال بدر تنقض من رخابي جيب من مصادر المريخ من مصادرهم هم انت بتنقضهم ما بتنقضني من مصادرك انت فهمت نقطتي دي طيب نمشي اسم الزول اللي قتله اسمه كنانة ابن بشر ابن عتاب التجيبي المصري ما عنده علاقة بالصحابة لا صحابي ولا الصحابي ولا ولده جنب الصحابة وشارك معاه نمرة اثنين واحد من العراق اسمه القافقي ابن حرب العكي من مدينة عكا وشارك معاه واحد اسمه عبد الله ابن بديل الخزاعي وشارك معاه واحد اسمه سودان ابن حمران من اليمن ديل ما فيهم صحابي كلهم عرفته عثمان ابن عفان ما شارك في مقتله ولا صحابي واحد اطلاقا واغتياله انت لو قلت اغتيال سياسي صحيح قول اغتيال سياسي الناس ديل قتلوه عشان عندهم مآرب يبقى الغلطان هو الكتلو ولا غلطانين الناس اللي كتلو طيب دقيقة انت ابو بكر ما فاهم حاجة دار اقول لك بالواضح كده ما فاهم حاجة لما اتكلمت عن انه الاغتيال السياسي تكلمت مما حصلت الفتنة الكبرى كنت لك اغتيال سياسي ما تكلمت عن الـ 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 الخلفاء الراشدين الثاني والثالث بسرعة يا شباب لا ما يخون منا معلش انت ما قلت من الفتنة الكبرى انت سميت بالاسماء ومش بالاسماء وبالخلافات حقتهم قلت الخليفة الثاني عمر يا هود انا كاتب ولو كلامي غلط انتوا يا طلبة كلكم حاضرين صح ولا ما صح سمى عمر ولا ما سموا سمى عثمان ولا ما سموا سماهم انت ما تزوق ما تزوق انا سميت انه ديل تم قتلهم لكن القتل السياسي وين القتل اللي كان بدوافع سياسية وين كان ما حصلت فيه الفتنة الكبرى ومين انت ماشي كده دل اغتيال من ناحية سياسية القاضوانة دلك انا سميتهم فعلا لكن انه قلت قتلوا لكن ما كان هنا ده ما القصد بتاع انه الاغتيال سياسي الاغتيال السياسي حصل من الفتنة الكبرى وانت ماشي لورا ده حصل الاغتيال سياسي طيب الفتنة الكبرى انت قلت اغتيل الخليفة الخليفة اللي اغتيل في الفتنة الكبرى منو طيب عندنا اسم شنو علي بن ابي طالب اللي هو اسمه اغتيل انه كان في اللي هم منافسه بينه وبين اسمه بين معاويه يعني معاويه هو اللي قتل علي بن ابي طالب لا هم اصلا في حسب الروايات اللي وردت انه كان دارين يقتلوهم ثلاثه اللي هو الخوارج هم اتفقوا عليهم شنو يقتلوا ديل معاويه ايوه معاويه الخوارج ما كانوا قاعدين يقولوا احنا اسلاميين برضو طيب اذا نحن وصلنا لانه المجرم الخوارج انا متفق معك ذات الخوارج مجرمين كده انتهينا شكرا جزيلا لا خلاص انتهينا انت في النهايه وصلتني لانه المجرم الحقيقي لا عمر بن الخطاب ابدا ولا عثمان بن عفان ولا علي بن ابي طالب ولا معاويه لانه سالتك قلت لك هل علي بن ابي طالب قتل معاويه قلت لي لا في النهايه قلت لي الخوارج هم اللي خططوا قتلوا منو علي بن ابي طالب متفق معك الخوارج قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن ابي طالب وقتلوا طلحه وقتلوا الزبير وقتلوا جماعه اذا في النهايه يا شباب اتفقنا عن المجرمين منو الخوارج شكرا جزيلا خلاص ما في نقاط ثانيه معلش طيب الخوارج هم زادوا في اعدادهم قاعد يقولوا نحن مسلمين اها طيب نحن نعرف دوينه ودوينه كيف يعني ما برضو قاعد يقول مسلم برضو كلهم بيقولوا مسلم وبيقتلوا باسم الدين هذا كيف الفهم شنو كلهم قاعد يقتلوا باسم الدين هم لما طلعوا ما كانوا شنو كانوا مسلمين هم اللي خرجوا عن ال عن عن عنهم هم ال ال الحاجة دار شنو أول أوضح عليك ثاني يا أبو بكر إنك عايزك توضح لي برضو حاجة القتل اللي حصل تاني ورا الحسن والحسين والكلام اللي حصل اسمه هنا بيناتهم كان برضو من ناس تانيين خارجين قتلوا طيب هناك نرجع لحتة سيدنا عمر بن الخطاب الدخل بيقولوا له صلاة الصبح شنو لحد ما يوصل للصف الأول وقتل بيقولوا في رواية انه قتل معاه يعني ضرب طعم معاه حكاية 12 نفر ومات منهم ستة وبعدك تاني طعن نفسه ومات معاهم طيب دخل المسجد ده كيف او ليه او يا اما يكون هو مسلم
تمام، لكن منافق دي حاجه بيعلمها هو براوي، يعني احنا ما بنعرف ما بنعرف منافق. منافق دي انا الذول انا ما بعرفه، انا بعرف انه ذول مثلا ده مسلم هو قاعد يصلي خاش المسجد وغيره، وصل كيف. الحاجه الثانيه الاغتيال بتاع سيد علي اللي هو كان برضه بنفس الطريقه بتاعت اغتيال ابو عمر. طيب ليه الاغتيال ده بالذات يعني بيحدد في اوقات بتاعت الصلاة، وفي حين الخوارج ذاته بيصلوا وغيره وغيره، ليه اختاروا وقت الصلاة ذاته انها محددة حاجات محرمة انه ذول يعمل فيها حاجات غيره وغير التاريخ؟ عشان كده قاعد يقول بيجينا، قاعد يقول بيجينا مشوه للاسباب دي. انا حاليا شايف انه في تشويه اسمه في التاريخ الاسلامي بتاعنا، لانه كلهم بيقتلوا في بعض وبيقولوا الله اكبر، كلهم بيقتلوا في بعض وبيقولوا الله اكبر. صدق منه ده ارجع لك لحته المراجع. انت قلت المراجع تاخذ من المراجع بتاعتنا، اوكي ده مرجعك انت اخذت منه، ما بيعني ان مثلا اخذ من مرجع ثاني، ما بيعني ان مثلا اخذ من مرجع ثاني. ده انا كتاب برضو لقيته عنده حقوق طبع عنده غيره وجيزت له وتمت مراجعته، يعني كتاب ما بخلوه يطبع ساين غير ما يعني يتم المراجعه بتاعته، بالتاكيد فيه صحه. يعني ما هي كتاب انا بقول كامل تمام، لكن شنو ما بمعنى ان لازم اقرا حاجتك انت، انا لو قرات حاجتك انت حكون نفس فكرك، يعني ما حيكون في اصلا خلاف ونقاش في اذا كان العالم ده كله بيقرا حاجه واحده، ما حيكون في نقاش لانه فكرتنا حتكون واحده. صح عليك؟ طيب كده يا اخواننا المساله وضحت لنا تماما. انا بجاوب عن النقاط دي بسرعه عشان نشوف اللي بعده. قال انه الخوارج ديل هم الظاهر فيهم، معلش يا اخوانا خلوه بيروقة كده يقعد. ايوه طيب قال الخوارج ديل ناس بيظهروا الاسلام، وانا قال اعرفهم كيف؟ انه ديل ما من الصحابه. انت كونك ما بتعرفهم دي مشكلتك. والخوارج اللي تكلم عنهم وزماهم ووضح انه ظاهرهم الاسلام وبيدعوا الاسلام في الظاهر وفي الباطن هم منافقون، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكونهم هم خلي بالك كونهم هم بيشبهوا الصحابة في الظاهر أو بيدعوا الإسلام، ده ما منقص ولا عيب في الإسلام، إنما عيب في منه فيهم هم العمل والعملية دي. عشان كده الاسلام زمهم، بل النصوص اللي جات في الخوارج ما جات في فرقه ثانيه من الفرق الضاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم، وقال لئن انا ادركتهم لاقتلنهم قتلى عاد. بل الفكر ده حتى الان موجود، الفكر ده موجود حتى الان. داعش العمليات اللي عملتها، هل انت بتقدر تقول ده الاسلام؟ ابدا ده ما الاسلام. بل في كل حتى العقائد بتاعتك اللي انت دي الان بتنتمي ليها، في ناس شذوا وطلعوا من الطريق برا وانت ذاتك بتتبرأ منهم. اصل لنا لو جيت سالتك سؤال، في شيوعيين في الجامعه دي هنا بيقولوا الله ما في، بيقولوا الله ما في، انت معاهم ولا ما معاهم؟ اكان بقيت معاهم بتتنجم، وكان قلت انا ما معاهم اذا يلزمك تقول زي ما قلنا نحن في الخوارج، يقول انه دين احنا بنتبرأ منهم، نحن بنتبرأ منهم وما بيحاكم الاسلام بفكر الخوارج. انت فاهم الكلام ده ولا ما فاهمه؟ كويس. طيب اللي بعده قال انا قريت كتب بتاع التاريخ وكتب موجوده وعندها رقم ايداع، ما هي الكتب كلها عندها رقم ايداع، كتب الكيزان دي ما عندها رقم ايداع، انت قال ما عندها. الانجيل ما عنده رقم ايداع، عنده رقم ايداع ومكتوب حقوق الطبع محفوظه، وهو ما محفوظ هو مبدل، الانجيل مبدل وحقوق الطبع بتاعته محفوظه. اي زول بيكتب كتاب عنده رقم ايداع يا ولدنا؟ مجلة ميكي عندها رقم ايداع، مجلة ماجد عندها رقم ايداع، لكن هل دي انا بعتبرها مرجع بالنسبة لي؟ وهل انت بتقرا اي كتاب عشان تحاكمني به وانا؟ تقرا لاعدائي انا عشان تحاكمني؟ يا ولد انت الموازين بتاعت النقاش عندك ما مظبوطة ولا شو؟ النقاش ده عنده موازين، ما اي كلام انت بتجي، يعني ما ممكن انت ده تمشي تكتب في الفيس براك وانه الشباب ديل والدعوه السلفيه عملت وفعلت وفعلت وفعلت، وتجي تقول يا هو ده مكتوب في الفيس، ودي فصل صفحه في الفيس صفحه رسميه، ما كتبتها انت يا اخي. يا اخي انت ما بتحاسبني بالكلام اللي كتبته انت يا اخي، مراجعك اخوانا الكلام ده يفهموه للناس، انتوا طلبه الجامعه يا ناس، عيب الكلام ده.
انتوا طلبة الجامعة. طيب بعد ذا قال قتل الحسين بن علي، وقال برضو تم بصورة بشعة. نعم تم بصورة بشعة، وأنا معاك اللي قتل الحسين بن علي ناس مجارمة ومقبوحين وملعونين، لكن يبقى السؤال من الذي قتله؟ وهل الذي قتل الحسين يحاسب به الإسلام؟ يا أخي الإسلام هو الذي أدان من قتل الحسين، وده صبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام. وقتل مظلوما، واللي قتلوه ناسبين في كتب التاريخ انه قتلوا يزيد بن معاوية كذابين، ما قتلوا يزيد بن معاوية ولا أوصى بقتله، بل يزيد بن معاوية لما حوصر الحسين وحاصر واحد اسمه ابن زياد، أقرأ التاريخ اسمه ابن زياد، لما حاصر الحسين ومعه من معه من زوجاته ومعه من معه من المؤمنين، قام قال له يا أخي اديني خيارات، ده الحسين رضي الله عنه، قال له اديني يعني أمهلني بواحد من ثلاثة خيارات، إما أنا أمشي بجيش ده وأقاتل الترك على الحدود من غير المسلمين، وإما أنا أرجع لبلدي اللي جيت منه، أو الخيار الثالث أنا أمشي ليزيد ابن عمي أحتمي به. فقال لي ما بديك ولا خيار من الخيارات الثلاثة، وقتلوا مظلوم رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوم. لكن يبقى السؤال اللي حج عليك ما حج عليك، إنه هل من قتل الحسين ابن علي ده محسوب على الإسلام والإسلام يتبرى منه؟ يا أنت ما بتفهم ولا شنو؟ اللي قتل الزبير رضي الله عنه لما علي بن أبي طالب لقاه مقتول قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، هل الإسلام بيتبرنا من قتل الزبير ومن قتل عثمان بن عفان أو من قتل طلحة بن عبيد الله؟ لا أبدا، كل التجارب اللي انت جبتها عشان تضرب بها الإسلام هي كلها حجة عليك. وأنا أديكم فكرة تانية وفهم تاني، الشيوعيين لما يشوفوا الضرب تقل عليهم بيقوموا بيجي بيدعوا لهم حاجة في ملعبنا نحن ناس الكورة، بقول لك انت لو داير تضغط الخصم خليه يلعب في ملعبه هو، ما يلعب في ملعبك انت، صح؟ وهو جاي يا ولد انا وقت بشتغل هنا ده انت بتكون في سنة اولى ابتدائي لسه، فعارف الحكايات بتاعتكم دي، لما شافوا الضغط دور فيهم واتفاقية السيداو وفضايحهم اللي عملها في المرأة طوالي، جو دارين يرموا حاجة في ملعبنا عشان نحن نقعد نلوك في الموضوع ده، لكن نحن ما بنعتبر ده برضو لعب في ملعبنا، لأنه ده إظهار لبراءة الصحابة وديل قدوتنا نحن، ونحن بنتشرف الدفاع عنهم. ولو المنبر ده كله من أوله لآخره بقى دفاع عن عثمان رضي الله عنه، أنا بشوف والله ما أديت الحق الواجب علي تجاه عثمان رضي الله عنه بما قدمه للدين. يا أخي عثمان رضي الله عنه عنده أوقاف للليلة موجودة، تحداك خش هسه اليوتيوب اللي بتجيب منه ده، اكتب وقف عثمان رضي الله عنه، عمارة أكثر من 15 طابق في المدينة، دي وقف باسم عثمان ابن عفان رضي الله عنه للفقراء وللمساكين وللمحتاجين، الليلة دي قاعدة. أوقاف في حساب في البنك في السعودية، في حساب بنكي باسم عثمان رضي الله عنه الليلة دي، بتخش فيه قروش واستثمارات وبتطلع منه صدقات ونفقات للفقراء وللمحتاجين في العالم الإسلامي كله. انت قدمت شنو انت ذاتك؟ ده ما من حقه علينا يا اخواننا انه نحن ندافع عنه بما اوتينا من حجة ومن معرفة وعلم، ده حقه علينا رضي الله عنه. اشترى الجنة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ عثمان قال انا جهز جيش كامل محمل إبل وخيل وسلاح وذهب، ذهب مرقه جهز جيش العسرة. قال من يشتري بئر روما وله الجنة؟ اشترى عثمان ووهب للناس مجانا اشربوا منها. دخلت القافلة على المدينة والمدينة في جوع وقحط، ما عندهم ما يأكلوا، التجار بتاع المدينة جالوا عثمان قال له نديك ضعفة، يعني لو بعشرة نديك 20، قال سمعت أكثر من هذا. قال لنا ديك ضعفينا، قال سمعت أكثر من هذا. قال لنا ديك ثلاثة أضعافه، قال سمعت أكثر من هذا. وصلوا إلى 10 أضعافه، قال سمعت أكثر من هذا. قالوا ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
قال سمعت قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فأخرجها للمسلمين في سبيل الله طلع في سبيل الله كله ده ما من حقه عليه احنا ندافع عنه ونقرأ الكتب الصح ما نقرأ الكتب الملخبطة اللي قريتها انت وانت للأسف انت ما قريت ولا كتاب انت ما قريت اصلا انا وريت ده ملوك ده والكلام ده وحجوك به ولو انت قريت كتاب ما حد يقول له نايلة ها اللي هي بنت الرسول قال زوجة بنت الرسول ام كلثوم انت ما قريت كتاب يا ولدنا اقول لك حاجه مناهج الكيزان دي انت ما قريتها كويس تحت المدرسه مش نحن والكون من حولنا ومسكننا وشنو وملعبنا تحت الكيزان دي الهوس بتاع الكيزان ده انت ذاتك ما قريتها كويس انت كان قريتها كانت بتكون مثقف اسلاميا لكن شكلك انت في الحصه كنت بتاكل الدوم بيتحد ولا لوب والاستاذ بيدرس يا اخي انت منهج الكيزان ما قريتها يا ولدنا يا اخي ما تضيع زمننا ساي